وينضم إلي عبر سكاي من بريطانيا مبتعث درجة الدكتوراه في جامعة الجامعة البريطانية أستاذ محمد سفري. مرحبا أستاذ محمد. هلا أخوي. يا هلا فيك. في البداية نبارك لك على هذا الإنجاز، أود أن نبدأ عن الجهة المانحة لهذه الجائزة. الله يبارك فيك على الاستضافة هذه، وهي جمعية بريطانية جمعية أمريكية، جمعية البتروفيزيائيين لتحليل تسجيلات أبار النفط. هي منظمة غير 1959، مهتمة بكل ما يختص بالبتروفيزيائيين من تقدم علمي وتقنيات متقدمة في تقييم وتطور التراكيب الجيولوجية. ما شاء الله تبارك. طيب ما هي فكرة البحث الذي فازت بالجائزة البحثية؟ هو البحث باختصار أنه يستكشف الصخور الرسوبية ومدى استجابتها للصدوع في منطقة البحر الأحمر، وهذا الصدوع وبعض العوامل الأخرى لها سبب رئيسي في أنها تسبب هجرة للمصادر في حوض الترسيب أو في المكمن. جميل جدا. طيب كيف سوف يساهم البحث في دراسة أبحاث النفط؟ هو البحث يعني يكتسب التعقيدات الحاصلة في منطقة الدراسة والتي شملت صخور رسوبية هامة خازنة للبترول والتي تأثرت بشكل كبير بالصدوع البحر الأحمر على مدى أكثر من 20 مليون سنة. طيب السبب طيب أستاذ محمد، يعني ما سبب اختيارك البحر الأحمر وأيضا نيوم تحديدا؟ أي جميل السؤال هذا. البحر الأحمر بحر منطقة ما زالت تحت يعني الدراسة، وما زال هناك كثير من الجامعات العالمية مهتم أنه يدرس تطور التراكيب الجيولوجية هنا، خصوصا في منطقة في المملكة العربية السعودية، ولذلك حرصت أن يكون منطقة الدراسة بشكل رئيسي تهم يعني بشكل جديد، فيها دراسات أفضل، فيها تطور أفضل، فلولا أني كان مبتعث أن يكون خدمتي الوطني أولا، وبجانب جامعات عالمية وبعض المشرفين كان له باع طويل في دراسات البحر الأحمر كذلك، فحاولت أني أشارك معهم في هذا الشيء جديدة ورس الأفكار، لما حصلنا على شيء يعني بإذن الله بيكون مشرف للوطن عز وجل بإذن الله. طيب ما هي الآلية التي قمتم بها لدراسة تضاريس هذه المنطقة؟ هي الآلية باختصار هي الصخور اللي موجودة في منطقة نيوم ومنطقة الدراسة هي شبيهة بشكل كبير للصخور التحت سطحية. فمنطقة الدراسة اللي قاعدين ندرس عليها قياسات 3D، أخذنا منها قياسات 2D، وهذا يمكن كثير يعرف أن 3D قياسات 3D ممكن تكون صعبة ومكلفة، طبقات التحت أعطت أفضلية ممتازة بحيث أن نعرف مدى تأثير الصدوع ومدى تأثير هذا الصدوع على الرواسب الموجودة اللي هي تعتبر مهمة جدا لدراسات فصدوع مثل هذه بقياسات مختلفة بتحاليل متنوعة متقدمة جدا في جامعة ليدز وبعض الجامعات البريطانية التي يعني بنحاول طيب او نحصل من الصخور التي جمعت من المنطقة في دراسة مدى او جودة الصخور هذه في منطقة إنها تكون كمرجع بإذن الله تعالى مستقبلا لمن يحاول يستكشف. طيب أستاذ محمد أستاذ محمد، يعني بعضهم يتساءل كم استغرقت الدراسة وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم؟ اللهم لك الحمد، يعني ما في صعوبات واجهناها بشكل كبير، يعني من هذا المنطلقة أود أشكر الحقية الثقافية العزيز صندوق الاستثمارات العامة وبعض القطاعات المختلفة التي سهلت بشكل كبير لأنها يعني ننطلق في الجانب البحثي والدراسة
الدراسة بشكل حقلية يعني ممتدة لحوالي 40 كيلومتر، استغرقت حوالي 3 أشهر بالتمام الكمال. وإن شاء الله نشوف هذا البحث يستفاد منه، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح مبتعث درجة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية. أستاذ محمد سفلي، شكرا جزيلا لك.